تعالى ما دردش معاك في موضوع الحلقة. تمام. ايه رأيك في القانون اللي بيخلي الزوج يمنع مراته من ان هي تسافر الا باذنه، موافقته، موافقة كتابية؟ مش فارقة يعني، ما مش فارق معايا يعني، طالما في اتفاق وطالما في تفاهم خلاص يعني. القانون يبقى موجود ولا يبقى ملغي او نفعله؟ مش ولا يعني مش هيفيد تقريبا يعني، في قوانين احنا محتاجينها اكتر من كده. انت مع المساواة بقى وحرية المرأة؟ اه اكيد طبعا، اكيد لازم يبقى في سواء، في احترام. احنا دلوقتي الحياة غيرت تماما دلوقتي. يعني الست بقت دلوقتي عمليه، تلاقيها وزيره، تلاقيها ليها منصب، فلازم يبقى في مساواه. طب يعني المساواه دي مش بتعمل مشاكل بعد كده؟ اكيد تحصل مشاكل، ده وارد، بس خلاص لازم تتعاملي مع الوضع التطور اللي موجود في الحياه كلها مش في مصر بس. والثلاث مرات اللي فاتوا دول تمام، والرابعه ربنا يديمها عليك نعمه يعني، ومش عايزين مشاكل. اه كانوا برضو في مساواة يعني، انت كنت مع المساواة وبتدي لها حقها؟ اه طبعا. انا الحمد لله طول عمري في حياتي انا مش من الشخصيات المعقدة يعني، انا الحمد لله واثق في نفسي جدا وباثق في اللي معايا، بدي له ثقة كبيرة جدا. انا مش من نوع انت رايح فين وجاي منين يعني، انا حتى ولا بحب حد يقول لي انت رايح فين ولا جاي منين، لان انا عندي شغلي وكان عندي في الكورة وكان عندي حتى اعمالي خارج المجال الرياضي، فانا في طبيعتي انا بحب شغلي جدا. لو انت ومراتك اختلفتوا تمام، كلام مين اللي بيمشي في البيت؟ لا طبعا انا يعني يبقى مفيش مساواه. لا مر عليك ومر عليه، ده طبيعي. من ناحيه ايه يعني؟ في ايه بالظبط؟ ما هو في مواقف كتيره جدا ممكن وارد. من ناحيه مدارس طلقتك او حاجه؟ اه تمام. كلام مين اللي بيمشي؟ آه على حسب راحه الاطفال يعني. انا عندي بناتي لسه كنت معاهم من يومين، هم في مدرسه، شفنا الفيديو. في مدرسه، فانا قلت لهم انا عايز انقلكم من المدرسه ديت لمدرسه ثانيه، قالوا لي لا يا بابا احنا مبسوطين في المدرسه دي، فخلاص. لو مراتك بقى جت قالت لك انا عايز اشتغل وانت مش موافق، الولاد مش هيبقوا كويسين زي ما هم يعني. ولادي طالعين بيحبوا ان هم يبقوا قاعدين في المكان مبسوطين فيه عشان يبقوا مميزين. لو مراتك عايزه تسافر وانت مش موافق هتعمل ايه؟ تتحمل عدم موافقتي يعني، هخليها تسافر بس هي تتحمل. ايه ايوه هتعمل ايه؟ ما هو ايه اللي هي تتحمله؟ ما انت لازم تقول يعني، فاهم؟ عشان يعني بمنطقك انت اللي تعرف دي تقتله. اولا لو انا يعني لو هي عايزه تسافر مثلا وانا مش موافق، خلاص انت عايزه تسافري، خلاص يبقى انت تتحملي العواقب اللي بعدين. ايه بقى العواقب اللي هتحصل يعني؟ انت هتعمل مشاكل إيه يعني؟ اكيد مشاكل هتحصل فيها، خراب بيت وفيها حاجات كده جدا. خلاص انت ممكن تطلقها عشان سافرت باذنك. وارد، خلاص انت تتحملي تاني. مش لسه قايل المساواه المساواه في الحياه الاجتماعيه وكله بالاتفاق؟ لا وكله المساواه في الحياه الاجتماعيه يعني، انا دلوقتي محتاج ان انا مراتي تبقى معايا. دلوقتي انت جيتي بتقولي انت عايزه تسافري، فخلاص انت صممتي، حتى لو انا قعدتك وصممت ان انت تقعدي هيبقى الحياه كلها نكد. فمش بتفكر كام مره قبل ما تطلق، قبل ما تاخد قرار الطلاق؟ لا انا بقعد كتير قوي، ممكن اقعد لمده سنه مثلا لحد ما اخد قرار الطلاق. يلا ناخد فاصل ونرجع. تمام، فاصل ورجع لكم تاني، استنونا في المتوحش.